أنا محمد إبراهيم نجم، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية جامعة القاهرة وجامعة نيو جيزة. أنا بورد ممبر في المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية من الأورجنايزنج كوميتي. الحقيقة أن المؤتمر ده هو فكرة رائعة اتعملت بقالها سنتين، علشان هي الحاجة تقريبا الوحيدة في مصر في تخصص الجهاز الهضمي والكبد اللي بتجمع كل الجامعات مع بعض. احنا عندنا أكتر من 26 جامعة، ودي حاجة كانت صعبة جدا ان انت توحد كل الناس من مختلف المحافظات ومختلف الباكجراوندز، لكن الحمد لله قدرنا نعمل كده. وكل سنة عددنا بيزداد، السنة اللي فاتت كنا 9 هيئات وجامعات، السنة دي وصلنا 26، وإن شاء الله السنة الجاية يبقى كل الهيئات مشاركة في المؤتمر. زائد إن إحنا تقريباً من المؤتمرات القليلة في مصر اللي مشارك فيها 16 دولة مختلفة غير مصر طبعاً، وإنترناشنال سبيكرز وإنترناشنال أتنديز كتير جداً. مش بس كده، المؤتمر بيطلع كونسنسس وأبستراكتس وبيطلع جايدلاينز، فهو مش بس لقاء علمي، بل بالعكس هو حاجة فروتفل بتطلع علم علشان تسهل البراكتسنج لكل الطلبة وتطلع حاجات جديدة إن شاء الله تكون مفيدة للمرضى.